الفتحة الأردنوس في البداية من المسلمين في مصر لحد هنا اللي هي حد جميع الطاقة اللي هو مسلم المسلمين وصل بيها وعايش عليها طارق ابن زياد. بعد كده توصل البروكسية تطلع إن هو يفتح الوجه المقابل لبلاد المغرب اللي هي بلاد الأردنوس. فخاصة إن الحاكم سبتة اللي هو اسمه يوليان البيزنطي قد زين له فتح بلاد الأردنوس. طب هل الفتح تم مباشره كده ولا كان في تنسيق؟ قال لا ده في تنسيق وفي تشاور، يعني موسى بن نصير ما راحش قال ده بلاد الاندلس لوحده، ده استاذن الخليفه الاول وقال له احنا عايزين نفتح بلاد الاندلس، فقال له الاول خدها بالسرايا يعني بعد سريه كده تستكشف الموضوع وتشوف الدنيا فيها ايه، ما ترميش البيت بتاعك في بحر شديد الابواب والخطوره. قال هو مش بحر ثلاث ابواب، الابواب ده عباره عن بحيره او خليج، اللي واقف على الشط ده ممكن يشوف اللي واقف على الشط التاني. فالاول خدها، قال له خدها بالصرايا، يعني خدها هذه البلاد الاول بالصرايا استكشفها. يبقى اذا فتح بلاد الاندلس لم يقم على قرار فردي من موسى بن نصير، ولكنه كان التنسيق بينه والاتفاق والاستشاره والاستئذان مع الخليفه الاول. فلما الخليفه الاخر وافق لقينا ان موسى بن نصير وكل طارق بن زياد لهذا الفتح. فنزل معاه ان هو عدى من الناحيه الثانيه او عبر مضيق جبل طارق ده وقابل هناك القوط. من هم القوط؟ القوط الغربيين اللي هم سكان بلاد الاندلس اسمهم القوط الغربيين. فدرجت مع معارك هناك عند جبل اسمه جبل الفتح وانتصر فيها طارق بن زياد. فملك القوط راح مجمع جيش كبير ودارت معركه اسمها معركه تشيزونا. معركه تشيزونا انتصر فيها طارق بن زياد وقتل ملك القوط. بعد كده لقينا موسى بن نصير عبر مضيق جبل طارق واتجه في اتجاه مغير الطريق اللي كان ماشي في طريق بزياد. يعني افرض طريق بزياد كان ماشي مستقيم كده، الاقي ان موسى بن نصير مشي ناحيه الغرب شويه وفتح مدن عديده اهمها اشبيليه. وتم فتح الاندلس بعد ذلك في عهد عبد العزيز بن موسى. تم فتح باقي مدن الاندلس وتم الاندلس وتم الفتح كله ما عدا الجزء الشمالي الغربي لم يستطيع ابراهيم فتحه. طب اشمعنى البلد البلاد كلها اهي والجزء الشمالي الغربي ده لم يفتح؟ لسببين او ثلاثه. السبب الاول ان بسبب هذا المكان كانت المنطقه دي جبليه فوقورة السطح، ادي سبب شده البروده، يبقى في سبب جغرافي السطح والبروده، بالاضافه ان هذه المنطقه لا تمثل خطوره للمسلمين او خطوره على المسلمين، لذلك لم يهتموا بفتحها. طيب بعد ما المسلمين فتحوا بلاد الاندلس، ايه اهم الاجراءات اللي عملها المسلمين في الاندلس؟ اول حاجه تم نقل العاصمه الى قرطبه. يبقى هنا نتائج او نتيجه فتح الاندلس تم نقل العاصمه الى قرطبه. ثاني حاجه والهدف الاساسي هو نشر الاسلام وتعليمه. عمل بعض الاصلاحات الاداريه وانشاء بعض المنشآت الاداريه والتعبير. رابع حاجه حريه فرص العطاء والاتيان، يعني معنى ذلك ان المسلمين لم يقبلوا احد على الدخول في الاسلام. ده كمان لهم حق اختيار القضاء بتاعهم حسب الشريعه بتاعتهم وحسب الدين. فكل واحد يختار القاضي حسب الديانه بتاعته. القضاء على نظام الطبقات والتحرر من العبوديه. فاصبح هؤلاء الزراع احرار ولا قبور، لان الزراع دول المقصود هم العبيد اللي كانوا موجودين، فهم اطلقوا على العبوديه وتم اطلاق حريه هؤلاء الزراع فاصبحوا احرار. ودي كانت مشكله كبيره جدا جدا في بلاد اوروبا بصفه عامه لما استهلكت العبوديه والاقتراع. بعد ما المسلمين فتحوا بلاد الاندلس وطلعوا الى فتح بلاد الفرنجة اللي هي فرنسا. لو احنا بصينا على الخريطه دي كده
هو جزء هناك. وفي هناك بدل البرارس اللي بتفصل بين اسبانيا وفرنسا. بعد تحول الاجزاء كلها تطلعوا ان هم يفتحوا لنا ايه؟ الفرنجة. اللي هي محاولات المسلمين في فتح بلاد الفرنجة. زي ما هنشوف دلوقتي.